امبارح قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ان عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط كان سبب زيادة في النشاطات الإجرامية خاصة ترويج المخدرات. كمان قال ان التوسع في توظيف التكنولوجيا لخدمة منظومة الامن والضربات الاستباقية نجحت في تقويض عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين. خلينا نشوف دلوقتي جزء من كلمة وزير الداخلية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالغ التقدير والاعتزاز لتشريف سيادتكم والسادة الحضور احتفال هيئة عيد الشرطة الذكرى 72 لمعركة الإسماعيلية المجيدة التي نستعيد فيها مشاهد يوم خالد في ضمير الأمة المصرية حين وقف رجال الشرطة ليخوضوا واحدة من أشرف المعارك ترسيخا لتلاحمهم وتكاتفهم وأبناء الشعب المصري ليسطر التاريخ كيف كانت تضحيات الشرطة تعبيرا عن عطاء وطني صادق ممتد عبر العصور إلى اليوم مؤمنا وواعيا بأهدافه تجسد مراحل النضال الوطني مسيرة شعب عريق يدافع كعهده عن رفعة بلاده تلك المسيرة التي واصلتموها سيادة الرئيس وبذلتم وما زلتم الجهد والعزم لمواجهة التحديات وإعادة البناء لتحيا مصر عزيزة كريمة صامدة في مواجهة المؤامرات والأطماع فكانت ثقة الشعب واختياره الجمع الكريم تتعاظم التحديات الأمنية في ظل محيط إقليمي مضطرب وعالم يموج بالصراعات والمتغيرات قد حرصت الاستراتيجية الأمنية على التعامل الفعال مع معطيات هذا الواقع من خلال ترتيب الأولويات وتقييم المخاطر والارتكاز على أسس علمية في التخطيط والمبادئة لتحقق الاستباق الأمني في مواجهة ما يهدد أمن المجتمع واستقراره قد حققت وزارة الداخلية إلى جانب رفقاء الدرب بقواتنا المسلحة نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب وتقويض نشاطه وتفكيك هياكله وتكفيف منابع تمويله إلا أنه يظل خطراً قائماً يستوجب استمرار اليقظة الأمنية في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراقع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لإعادة التمركز وتكوين بؤر جديدة تتخذها منطلقا للتمدد واستعادة قدراتها كما تنشط تلك التنظيمات في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب وتدريبه افتراضيا ودفعه للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات بلاده كما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية لترويج الشائعات وتكريس الإحباط والتحريض على العنف زعزعة الاستقرار والسلام المجتمعي فضلاً عن اتخاذها لبعض العناصر التي قد تختلف معها فكرياً كواجهة لتحقيق أهدافها المؤسمة تحت شعار اختلاف الفكر ووحدة الهدف وهنا تواصل أجهزة الوزارة بالضربات الاستباقية الأمنية والحاسمة وبمساندة شعبية ضحرها لتلك المخططات ومنع امتداد أنشطتها إلى داخل البلاد وقطع خطوط إمدادها وتمويلها والتي تتم بأساليب غير نمطية لمحاولة تفادي الرصد الأمني حيث نجحت الجهود الأمنية خلال العام الماضي في إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية ب 3.6 مليار جنيه لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي كما تحرص الوزارة على تكسيب برامج التوعية وأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق